بسم الله، نواصل الأدلة من القرآن عن وجود حضارات وسكان الفضاء. قال الله تعالى عن سكان الفضاء الذين سيحاسبون يوم الدين، قال عنهم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيجعل لهم الرحمن ودا. هذه الآيات من 92 حتى 95 أو يزيد من سورة مريم. سبحان الله سبحان الله. وأما الأدلة الشرعية عن وجود سكان الفضاء أو الفضائيين من السنة، قال وهب بن منبه: إن لله تعالى 18,000 عالم، الدنيا من ذلك واحد، 18,000 عالم، 18,000 عالم فراغ. هل نستطيع أن نصدق أننا الوحيدون في كل هذا الكون الشاسع الذي مساحته مليارات السنوات الضوئية؟ وقال أبو عالية: الجن عالم والإنس عالم، وسوى ذلك 18,000 عالم من الملائكة على الأرض، والأرض أربع زوايا، كل زاوية 4,500 عالم خلقهم الله لعبادته. سبحان الله. حدثنا إسحاق بن حاتم المدني قال حدثنا يحيى بن سليم عن عثمان بن أبي دهرس قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بهذا المغرب أرضا بيضاء مسيرة للشمس 40 سنة، بها خلق من خلق الله لم يعصوا الله طرفة عين. قالوا الشيطان عنهم قال: ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق؟ قالوا: وما وراء آدم هم؟ قال: وما يدرون خلق الله آدم أم لم يخلق. فصل. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أرضا بيضاء مسيرة الشمس فيها 30، وهي مثل الدنيا 30 مرة، مشحون خلقا لا يعلمون أن الله تعالى خلق السماوات والأراضين، ولا يعلمون أن الله خلق آدم وإبليس، أو كما قال، والله أعلم. ومنه عن علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه قال: لعلك ترى أن الله إنما خلق هذا العالم الواحد، وترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم، بل والله لقد خلق الله 1,000,000 عالم و1,000,000 آدم، أنتم في آخر تلك العوالم، وأولئك الآدميين. أي نحن آخر صنف من أصناف الآدميين، والله أعلم. وعن أبي جعفر قال: من وراء شمسكم هذه 40 عين شمس، ما بين عين الشمس إلى عين الشمس 40 عاما، فيها خلق كثير، ما يعلمون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه. وإن من وراء قمركم هذا 40 قرصا، بين القرص إلى القرص 40 عاما، فيها خلق كثير لا يعلمون. فصل. عن نعيم بن حماد الماروزي قال معمر: أخبرنا أبو هارون عن معاوية عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرضى عنه سكان السماء وسكان الأرض، لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته، ولا الأرض من نباتها شيئا إلا خرجته، حتى يتمنى الأحياء الأموات. هذا عن المهدي أو عن عيسى عليه السلام. وقوله سكان السماء أي سكان الفضاء، هذا بديهي، والله أعلم. روى الطبراني في الدخائر العقبة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي. أخرجه أبو عامر الغفاري. بسم الله، نواصل الأدلة من القرآن عن وجود